السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصبح عليكم بالخير مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، ونخص بالتصبيحة طبعا أمهاتنا وأبهاتنا أينما كانوا، ونقول الله يعطيكم الصحة والعافية أعزائي المشاهدين. مثل ما عودناكم دائما نتجول وياكم في شوارع دوحتنا الجميلة، ونشوف طبعا الأسواق والمحلات التجارية ونتعرف على أسعارها. اليوم احنا في يوم الأثنين مثل ما عودناكم نكون في أحد المطاعم الشهيرة، سواء كانت قديمة أو حديثة أو جديدة طبعا، أو مشهورة أو لها شعبية أو تقدم طعام أو شيء مميز. احنا اليوم في مطعم روتانا في فريج النصر بالتحديد. خلونا وياكم نشوف أحد العاملين في هذا المطعم ونتكلم وياه عن الأصناف والأطباق اللي يقدمونها. السلام عليكم. مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليك بداية. سرور طه بكر، مصري شغال في روتانا بقالي 14 سنة. يا هلا فيك أستاذ ثروت. ثروت، المطعم هذا اشتهر أنه يقدم أصناف الإفطار ولا بشكل عام جميع الأصناف فيها؟ لا، بشكل عام جميع الأصناف. بشكل عام عندنا البريكفاست الفطار، في كيمة وفي خضار سبجي وفي بيض مسلوق وفي بيض بالجبنة وفي شكشوكة وفي سندوتشات. طيب احنا بنتطرق للأصناف بعد شوي، لكن بداية متى تأسس المطعم أخوي ثروت؟ من 22 سنة. 22 سنة؟ 22 سنة في الدوحة. وين كان فرعكم الأول؟ أول فرع كان في الريان. في الريان. وحاليا كم فرع لكم؟ عندنا 13 فرع دلوقتي روتانا، منتشرين في جميع أنواع الدوحة، وإن شاء الله هنغطي بقية أنواع الدوحة. طيب أكثر الأفرع عندكم عليها إقبال تلاحظون أنتم بما أنكم عاملين في المطعم؟ والله كل الأفرع، أكلمك بأمانة يعني ما فيش محل شغال ومحل مش شغال، المحلات كلها شغالة. لسبب، جميع الأصناف اللي أنت هتلاقيها في مكان هتلاقيها في نفس المكان بنفس الطعم ونفس الجودة ونفس التست، ما فيش حاجة مختلفة عن التانية، لأن عندنا شيف مخصص للأكل بيلف على المحلات كل يوم. يعني الطباخين اللي عندكم إيش جنسياتهم؟ عندنا في عرب، وعندنا في فلبينيين، وعندنا في سريلانكيين، وعندنا في هنود، ومعظمهم هنود من كيرلا. يعني الأغلب الطباخين عندكم هنود. هنود. هل سبب ذلك لأن الأطباق دائما هندية عندكم؟ هو الطبق الرئيسي عندنا اللي هو المشاوي، واللي في نفس الوقت عندنا العربي. يعني الأكل العربي برضو منتشر بطريقة حلوة عندنا والحمد لله. وبعدين حضرتك أكيد زبون عندنا يعني وعارف الكلام ده. صحيح صحيح. طيب أخوي ثروت، خلنا نتكلم عن الأصناف بداية. إحنا ودنا يعني ناخذ كل طبق بالتفصيل الممل، معليش أخوي، عشان المشاهد وقت ريوقه الحين. لا، تحت أمرك تحت أمرك. عندنا مستر مشاد، تفضل مستر مشاد. تعال تعال شوية. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليك شو اسمك؟ نوشان. نوشان، تعال تعال هني قرب. أنت مسؤول أعتقد الأطباق الهندية في البداية. هذا السبجي صح؟ خضرة مشكلة، خضرة مشكلة، وفي ساندويتشات البيض ودجاج، في كيمة بعد براتا، في شكشوكة، في ساندويتشات كلب وبيض بالجبنة. طيب بداية احنا نتكلم عن صالونة الخضرة. هذه صالونة الخضرة شنو داخل، شنو المكونات اللي داخل؟ ايش اسمه، في كارت وفي جزء ايش اسمه بطاطس، باذنجان وغوبي. يعني هذه الطلب يجي معاه شباتي براتا. ما براتا، شباتي هندي يعني، ما اسمه براتا هذا. طبعا هذه الشباتي احنا نسميها الشباتي الأصلية. هذه الأصلي طبعا اللي نوعا ما مفتفت البراتا هذا.
طيب الطبق كم خبز يجي معاه؟ اثنين خبز معاه. طيب طيب ننتقل للكيمة. الكيمة هذه لحم مفروم. الكيمة في صحن ويجي في بعد في شبه ساندويتشات في ترتيب اللي أنا. طيب صحن الكيمة هذا معاه اي معاه شباتي بكم هذا؟ شباتي 6 ريال اللي يعني. 6 ريال. البيض بالجبن. بيض الجبن روحه يجي 4 ريال، شباتي في يجي حبتين ريالين، حبة واحدة ريالين يعني 4 ريال اللي يعني. 4 ريال. الشكشوكة هذه، الشكشوكة هذه مع حمسة بصل ومع شكشوكة في روحه في بعد في مع شباتي يعني، مع شباتي يجي 8 ريال اللي يعني. 8 ريال. زين انا اشوف بعد كذلك عندك البيض المسلوق. بيض المسلوق تسوونه سندويشات ولا بالطريقه هذه؟ تسوي له سندويشات يعني، بيض مسلوق تسوي له سندويشات. في حد يطلب بيض هالشكل كامل مسلوق؟ مسلوق في كامل ومع مع خبز يعني. مع خبز بكم الطبق هذا؟ مهم في 5 بيضات. 5 بيض ومع خبز يجي 8 ريال الوهله. 5 ريال. 5 حبات. اي زين. اشوف عندك السندويشات اللي هي كلاب ساندويتش. ايوه كلاب ساندويتش. هذا طبق مش هندي، مش نفس نقول السبجي والاطباق اللي هي الشرق اسيويه. خلينا نتكلم عن الكلوب ساندويتش. هذا يعتبر انترناشونال هذا. بكم هذا الكلاب ساندويتش؟ يسوون زياده في طلب الكلاب ساندويتش يعني، عليه اقبال يعني، طلب وايد عليه. اي نعم. زين بكم هذا؟ هذا اللي 12 ريال. 12 ريال. زين مع تشيبس مع الشيبس مع تشيبس وكلوب ساندويتش 4 يجي 12 ريال. زين مشكور. الحين انا بثروه بندخل وياك لجزء الشاي العصير والشاي ممكن المشروبات. السلام عليكم. احنا ما نبي نضيق عليهم. تعال معي يا ثروه ندخل عند الشاي. تفضل عشان نراوي المشاهدين الأشياء اللي يتميز بها المطعم. أعزائي المشاهدين هذه أو إحنا نقول هذا المكان القسم المخصص لصناعة الشاهي الكرك. ممكن تصب لنا شاي؟ صب شاي. أقول لك يا ثروة تفضل. إيش نوعية الشاي اللي بتحطونه؟ ده ليبتون. ليبتون خرز. خرزة. طيب الخرز اللي يجي الخشن يعني؟ الخشن. طيب يغلي لمدة؟ بيغلي لمدة مثلا 10 دقائق 7 دقائق وبعد كده بنوطي عليه النار، وفي نفس الوقت في التوابل بتاعته بتخش جوه اللي هو الهيل والورق اللورة، التتبيلة بتاعت الشاي. والشاي بتاع روتانا مخصص يعني، هو مميز بصراحة يعني لأن عليه إقبال كتير بس الحمد لله في جميع الأفراح. طيب الطلب عادة على الأكل ولا عادة يمكن ناس مثلا يطلبون شاي كرك؟ لا هو الكرك بيتطلب على طول باستمرار لانه بيتشرب في اي وقت وفي نفس الوقت سعره متداول مع الناس يعني. انما بالنسبه للفطار ده عادي بيشتغل كل يوم. طيب بتقدمون غير الشاي الكرك مثلا قهوه نسكافيه؟ في قهوه بالحليب، في نسكافيه، في كابتشينو، في جنزبيل، في ينسون، كل انواع الشاي بالليمون، كل انواع المشروبات الساخنه موجوده. قهوه بالحليب. طيب بالنسبه للعصاير، العصاير قسم العصاير اعتقد جنبنا هنا قسم العصاير. قسم العصاير ندخل الناحيه الثانيه ممكن نراوي المشاهدين. هذا احد العينات اليوم. دي الفالوده بقى. الفالوده هذه تكلم لي عنها. انا ما اعرف وش هذا الطبق وش هو. لا بس صاروخ بتاع روتانا. طيب ايش مكوناته؟ ده مكوناته ايس كريم مع فواكه متشكله كلها جميع انواع الفواكه فريش، كلها فريش مع الشوكولاتات، وفي نفس الوقت بيتحط الحاجة وبدون أي إضافات صناعية أو أي إضافات تانية من بره، كله فريش فريش. طيب بكم هذه؟ ده حسب الصغير والكبير. هذا الصغير لحظة، هذا الصغير منها ولا الكبير؟ ده كبير ب15. طيب ما بغالي شوية ثروة؟ لا ده احنا ده نعمل 4 بقى. طيب وبعدين انتوا. طيب تعال حبيبي. الله يخليك حبيبي. شكرا. تعال تعال وقف وياي هني. هنا طبعا هذه آلات العصير. دي حق العصاير الفريشات كلها. ده ماكينه العصير البرتقالي فريش، ودي بتاعت الجزر وبتاعت الشمندوري اللي هو البنجر، والكوكتيلات الفريش التفاح الاخضر، كل انواع الفريشات موجوده عندنا
وحتى عاملين عرض بره اهو في الثلاجه، المانجا والبرتقال والتفاح والاناناس كل والبطيخ، كل حاجه عندنا والافوكادو، كل حاجه موجوده عندنا فريش وفي الثلاجه بره هي حضرتك موجوده يعني. طيب في كل الافرع طيب نفس الوقت. استاذ ثروت احنا شوي بنطلع عن الموضوع، دور وزاره الصحه عندكم في المطعم، دور وزاره الصحه احنا ممكن نشوف الـ ايوه ده بالنسبه لحضرتك. وزاره الصحه دايما باستمرار تفتيش عندنا على طول باستمرار. ممتاز ممتاز، والحمد لله احنا ما عندناش اي مخالفات ولا عندنا اي حاجه خالص، والشركه طبعا شركه معروفه والافرع كتيره، فاحنا بقدر المستطاع على قد ما بنقدر بنتلاشى اي خطا. وانا حضرتك يعني اسم روتانا في السوق معروف يعني، وانت جيت وشفت. صحيح فعلا انت جيت وشفت. فعلا انا شفت. خلنا ننتقل لل الوجبات اللي انت حطيتها وقلت لي للغدا. لازم الغدا للغدا عشان احنا الوقت يداهمنا. خلنا نتكلم عن الغدا اليوم، احنا يمكن نتغدى عندك اليوم يا ثروت. يعني معزومين احنا اليوم عندك. الوجبات هذه هل يبدا تحضيرها مثلا بعد الظهيره ولا هي موجوده؟ لا احنا بالنسبه للافرع اللي هي ال 24 ساعه، ده فرع من الافرع ال 24 ساعه، الحاجات دي الغدا بيتحضر من الساعه 10 10 ونص يعني، قبل الغدا بالظبط بساعه بنكون شغالين في الحاجه، لسبب لان احنا بنطلع الحاجات كلها فريش، لازم يكون الاكل فريش، ما بيتحضرش قبلها بيوم ولا باثنين، لازم يكون قبلها بساعه. طيب هذا يعني ان الوجبات هذه تكون على الغداء وعلى العشاء برضو؟ بالظبط على الغداء وعلى العشاء، وفي نفس الوقت في عندنا اوردرات بتطلب سبيشال او للزبون حسب ما هو بيطلب او نفسه في اي حاجه احنا بنعملها له يعني. الزبون دخل عندنا احنا ما بنسيبوش يمشي، ممكن يكون في نفس الوقت هو عايز اوردر تاني بعيد عن المنيو يعني، هو تعبان مثلا عايز يشرب حاجه معينه او ياكل حاجه معينه احنا بنعملها له، ما بنخليش اي زبون يمشي من عندنا زعلان. ممتاز والحمد لله. ممتاز يعني انتوا تراعون الزبون في كل حالاته. طبعاً. طيب تعال يا ثروت، بدايه نتكلم عن الطبق هذا اللي هو اعتقد سمك الشعري. صح ده شعري. تفضل مدير، ده مدير التسويق بقى معنا. مدير التسويق تفضل معنا هني مره ثانيه. مره ثانيه خليه يقرب عندي هني. الشعري، طبق الشعري هذا بكم؟ هذا اللي 25 الوان. 25 ريال مشوي. مشوي يعني الفحم. يعني على الفحم، ما في زيت، ما في دهن، بدون دهن. لا بدون زيت. طيب انا شفت صراحه الشوي عندكم زين ما شاء الله، يعني تميزون بطريقه الشوي وبالصوصات اللي يستخدمونها في الشوي. الرز البرياني هذا عيش برياني، في بعد برياني دجاج يعني. رز برياني صحن يجي 7 ريال، دجاج برياني يجي 18 ريال يعني. الصحن شخص واحد بكم؟ 18 ريال. زين، في عندك اشوف المشكل كباب. اي نعم، مشكل كباب وفي مقبلات. زين، مشكل كباب هذا شو الاصناف اللي فيه؟ مشكل كباب في تشيكن تيكا، هريالي تيكا، هريالي تيكا، بعد شو اسمه كباب. كباب هذا كباب. ايوه زين. زين زين، هذا الطبق هذا بكم؟ 22 غطا، 60 ريال اللي يجي. 60 ريال، كم شخص ياكل فيه؟ 2 نفر في كافي يعني. 2 نفرين كافي. نفرين كافي. شخصين ممكن فعلا، شخصين كفيهم. زين نشوف كذلك الطبق اللي هو الباتر تشيكن. ايوه باتر تشيكن يجي 18 ريال صحن شخص واحد. حق الشخص الواحد. اي نعم. مع عيش؟ مع عيش وفي مع شباتي يعني. زين حسب رغبة الزبون. زين هذا السمك اعتقد السنغاري المشوي سيباس. ايوه سيباس، هذا الفحم يعني. الفحم مفتوح. مفتوح يعني وسط يعني في مقاس كبير يجي اختلف السعر، يعني ميديوم 40 ريال اللي يجي يعني. 40 ريال. اي 40 ريال. زين لو الزبون قال لك لا تفتح السمك يعني مسكر. ايوه سكر يعني سمكه كامله. سمسم شعري ترتيب. نفس الشعري. نفس الشعري ترتيب اللون. يسوون له؟ يسوون له يعني. نفس السعر. نفس السعر. زين في بعد الطبق هذا اللي هو الكباب، هذا نفس الكباب اللي هناك بس اعتقد هذا طبق اصغر شوي. اي هذا اللي فيه شو اسمه في ميني يعني 18 غطا يجي هذا الان. 18 غطا يجي 40 ريال شيء. 40 ريال. زين في عندكم هني الدياي المشوي على الفحم.
ثلاثة. هذا بكم؟ هذا في سبايسي، في يعني ميدن سبايسي، سبايسي في فلفل أحمر يعني، يعني بيبر دجاج و تشيكن شو اسمه سبايسي يجي كامل يجي 27 ريال، نوس الفحم يجي 14 ريال. زين هذا 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 مع الخبز تحطونه ولا مع العيش؟ مع خبز غارليك صوص تشيلي صوص. بدون عيش؟ بدون عيش. إذا الزبون يبي معاه رز؟ عيش روحه ترتيب الآن. لا أنت تقول لي عيش، أنت تقصد العيش اللي هو الخبز يعني؟ أيوة طبعاً لازم. لا أنا أقول لك، أنا لما أقول العيش أقصد الرز. آه خليني معاه. طيب مع العيش بكم قلت لي؟ عيش يجي 22 ريال. 22 ريال. طيب أشوف المقبلات عندك، صحن المقبلات. في شفت المساعة داخل في صحن أكبر مشكل زيادة ولا بس هذا الصحن؟ لا هذا الصحن يجي 22 ريال يعني، إذا بي صحن نفر زيادة يعني في أريز البارتي ولا شيء ترتيب الكبير صحن يعني، يعني وصلت من 4 نفر في شكل كده طاولات وفي 22 شكل كده هذا الصحن يجي يعني. طيب مشكور. هذا ثروة. أنا عندي استفسار، أنت قلت لي أن المحل أو المطعم 24 ساعة. مزبوط. طيب الأطباق هذه جاك زبون الساعة 2 بالليل موجودة، يعني تتعمل في الحال موجودة. موجودة، لأنه الزبون أصلاً إحنا معودين بالزبون في المشاوي بالذات، أقل وقت بياخد فيه الأوردر نص ساعة. ممتاز. نص هو الزبون بتاعته تاني كلها متعودة. يعني هو حتى فترة الغداء لما أطلب أوردر مثلاً راح يكون برضو نص ساعة. أقل من نص ساعة، ممكن ربع ساعة، ممكن 10 دقايق حسب الضغط بتاع الغداء. إحنا بنمشي 10 دقايق وربع ساعة بس، ماكسيمم 20 مينت يعني 20 دقيقة. طيب كم كم عدد العاملين عندكم في الفرع هذا؟ في الفرع ده 28. 28. في مجمل الأفرع في الدوحة؟ المجمل الأفرع 650-670 حاجة زي كده يعني. ما شاء الله. طيب أغلبهم من الجنسية الهندية؟ الهندية، جنسية هندية وسريلانكيين مشكل يعني، هندي سريلانكي، في عندنا بنغالي وفي عرب. يعني أنت المصري الوحيد؟ أنا معهم بقى، ده من حظ حسن حظ أنا يعني. طيب الله يوافقك. طيب بالنسبة لحجم المحل هنا عندكم يعني كم يستوعب؟ ده بياخد 40 فرد يعني، احنا لو في حفلة عندنا أو في مثلا في عزومة احنا بنحاول ان احنا نسد الفراغات دي، بنجيب ترابيزات تانية من الستور عندنا وبنكمل الترابيزات يعني، بياخد من 25-30 حاجة زي كده. طيب بالنسبة للأفرع الثانية، هل في أفرع أكبر من هذا؟ في طبعا، في بن محمود هنا جنبنا، بن محمود دورين ميزانين يعني، وفي في بروة فلج، وفي في بروة سيتي، وفي في بلازا مول، وفي في المنصورة والنجمة، يعني عندنا 13 فرع روتانا كلهم. المكان الوحيد اللي هو ميزان واحد المكان ده. طيب أكثر نقول أكثر الأفرع عليها إقبال أنت شفت يعني بحكم أنك تشتغل هنا وتشوف أو تقيم وتقدر أكثر الأفرع عليها إقبال في الدوحة؟ والله كلها. لا لازم يكون في فرع في عن عندنا 3 أفرع أو 4 يعني، عندنا 4 أفرع دول الإقبال عليهم مميز جدا، نقول عليهم لود بالضبط كده. بن محمود والنجمة والمنصورة وبروة سيتي وبروة فلج، وعندنا في الخور المحل بتاع الخور مش عايز أقول لك مساحته، مساحة فيلا كبيرة ودورين، وفي نفس الوقت في أعداد للعوائل في روتانا كلها، في أعداد للعوائل وفي أعداد للشباب منفصلين. طيب أنت حاليا قلت لي الخور وقلت لي بروة فلج. الخور وبروة فلج. طيب إحنا نبي نعرف السادة المشاهدين بشكل عام كمين أماكن الأفرع أو الـ 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 الأحياء اللي موجود فيها الأفرع. محلكم هذا روتانا ده في السد في النصر، وفي عندنا الخور الطريق الرئيسي اللي مودي على البلدية قبل الاسم، وفي في بروة فرج في كرة بروة، وفي في بروة سيتي داخل اللولو يعني، هو اللي في بروة سيتي الفرع بتاع روتانا ليه مدخلين، مدخل على الشارع الرئيسي ومدخل من جوه اللولو جنب البوابة على طول الرئيسية، وفي عندنا في بن محمود قصاد هايبر ماركت باندا، وفي في المنصورة، وفي في النجمة، والفرع اللي احنا فيه ده.
وفي اعتقد انا اكلت مره في الصناعيه. موجود في الصناعيه صح، بس احنا بنعمل فيه صيانه دلوقتي، في الصناعيه وفي في براحه، في اثنين فرعين بنعمل فيهم صيانه دلوقتي. طيب بالنسبه للافرع الثانيه، كم فرع عندكم يعمل على مدار الساعه او 24 ساعه؟ عندنا اربع افرع هنا النصر وبين محمود والمنصوره وفي بلازا مول، في عندنا في بلازا مول روتانا، بلازا مول عند جراند جنب. أيوة جراند. ايوه جنب جراند، جنب جراند. طيب انا شفت الاطباق هذه ثروت عندكم، لكن هل في مجال او في فكره ممكن نقولها للساده المشاهدين انه مستقبلا يصير في تطوير على الوجبات؟ يعني مثلا بدل البريان يكون في مكبوس؟ موجود المكبوس، موجود عندنا المكبوس وعندنا عندكم مكبوس. ايش ما جبتوا لنا اياه؟ ما حضرتك انتوا جيتوا في وقت بقى مستعجلين، والوقت الاكل ده احنا حضرناه في الوقت اللي انتوا جيتوا فيه. طيب غير المكبوس عندكم غير الاصناف اللي موجوده؟ عندنا مكبوس وعندنا مندي وعندنا بقى الصواني، الحاجات اللي هي السبيشال التانية حسب الزبون ما بيطلب. الزبائن بتاعتنا متعودين ان هم بييجوا يطلبوا الاوردر وبيقعدوا في كل هدوء، وفي نفس الوقت الاوردر بنزل لهم بعد تلت ساعه ربع ساعه، حتى لو خارج المنيو ما بنقولوش ما فيش. اي زبون بيخش في روتانا كله عموم روتانا ما بيخرجش لما بيكون مبسوط، والحمد لله. يعني احنا عندنا مستر اجمل الراجل صاحب الشركه اللي هو المدير المسؤول، وعندنا مستر عبد الغفور، الناس دي شغلتهم الشغلانه دي من 40 سنه، فهم عارفين هم بيعملوا ايه، وفي نفس الوقت متابعين العمال ومتابعين الصناعيه والموظفين، وبيختاروا الناس مش عشوائي، يعني بيعملوا لهم اختبارات الاول وبيحطهم تحت الملاحظه والتجربه شهر وشهرين، وبعد كده بيدخلوا في الشغل على طول. يعني احنا عندنا الحمد لله كفاءات مهنيه مظبوطه، والجوده معروفه عندنا، والاسعار والتيست والكواليتي والنظافه، والحمد لله، وده اللي خلينا واقفين مع حضرتك دلوقتي. الله يسلمك، شكرا. ده اللي وصلنا لحضراتكم دلوقتي. شكرا شكرا. طيب طيب ال- 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 انا اشوف الاصناف بحكم انها متنوعه عندكم مزبوط، طريقه شرائكم مثلا احنا ممكن نتكلم عن الاسماك مثلا، تاخذونها من محلات تجاريه ولا تاخذونها من الشبره، شبره السمك مثلا في مصلال؟ لا مصلال من السوق، جميع انواع اللحوم والاسماك اللي احنا بنستعملها من المصدر الحكومي الرئيسي المعتمد، عشان تكون فريش. عشان تكون فريش، ما بنشتريش من اي تاجر بره عشوائي، ولا بندخل اي حاجه عندنا من بره، حد يجي يقول انا ببيع كذا، لا لا، احنا بنجيب الاسماك دي كلها من السوق الرئيسي في مصلال. الخضار ذات نفسه بيجي من السوق الرئيسي في السيليه، سوق الخضار. جميع انواع اللحوم والفريش، الفريشات بتيجي من ودان فريش، اللحوم كلها فريش، وده اللي مميزنا عن بقيه المحلات، ان جميع انواع اللحوم والاسماك والدجاج عندنا كله فريش، يعني حسب نوعيه الاوردر احنا بنشتغل معاه. بالنسبه للاطباق الثانيه اللي هي مثلا اطباق العصائر كمان اللي هي وسلطات الفواكه عندكم اعتقد؟ بالضبط موجود. كذلك الفواكه من وين تجيبونها؟ من السيليه؟ من محل؟ لا لا، ما فيش محل، من السيليه، من السوق ذات نفسه، من المنبع الرئيسي اللي الحكومه عاملاه، وفي نفس الوقت في ناس في هناك يعني مخصصين من وزاره الصحه بيكشفوا على الحاجات دي هناك، فاحنا بنشتريها من هناك، ما بنجيبهاش من بره، بنجيبها من السوق عشان الثقه طبعا والجوده. طيب انا اود اني اشكرك اخوي ثروت، وجزاك الله خير، ما قصرت على حسن استقبالك. الله يخليك. معنا مستر زكريا مدير التخطيط والتسويق. يا هلا فيه. ده الله يخليك يا رب. نشكرك. طبعا احنا نشكرك ونشكر الاستاذ زكريا. ده مدير التسويق والتخطيط. يا هلا يا هلا. ده البطل الخفي. ما في مشكله، تعال. زكريا تعرف عليك، شو اسمك؟ ايوه. شو اسمك؟ محمد زكريا. محمد زكريا. ثروت ما قصر. زين، وغطى لنا اليوم ريوقنا الصبح كله. شكرا. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. طبعا شرفونا. الله يخليك، شكرا. نتمنى تزورونا على طول. شرف. الله يخليك. شكرا استاذ ثروت. اعزائي المشاهدين، هذا كان كل ما لدينا اليوم في حلقتنا وفي صباحنا الجميل. نلقاكم ان شاء الله بكره في نفس الموعد. تابعونا وفالكم طيب.